كيف يمكن أن ننزل أرض الواقع في غياب الإرادة السياسية مسألة الكونية والحال على ما هو عليه؟ بسيط يظني، احنا نتحدث على مجتمع مدني وعلى دور المجتمع المدني، الحل هو التفاعل، يعني بقاء المجتمع المدني على قيمه والتفاعل مع المجتمع السياسي. ما عندناش حل آخر غير أنه نبقاو نضغطوا، نبقاو نطالبوا، ونبقاو أنا موافقة تماما اللي قالته صديقتي خديجة من روحي. والعمل متاع المجتمع المدني ما يلزمش يكون سيستيماتيكمون لمهاجمة المجتمع السياسي، يلزم نخدموا معاه، يلزم القرار في نهاية المطاف بيده، دونك يلزم نتعاملوا معاه على أساس أنه حليف، وأنه يعني نقنعوه بكل الأشكال باش ينخرط مع المجتمع المدني في المسألة هذه. بالنسبة لقضية التنسيب، تنسيب المصطلحات وتنسيب الخطاب، عش أنا أمانة ما فهمتش مليح، ولا عندك زوز أفكار في الواقع أنت قدمتهم؟ مسألة التنسيب في تصنيف المجتمع المدني، وقلت المجتمع المدني اليساري راهو متنوع، صحيح راهو متنوع، يظهر لي من صباح حتى ما أمير وقت يتحدث تحدث على يعني اللي هو كومبوزيت ماهوش مونوليتيك، صحيح أنا معاك أنه متنوع. المسألة الأخرى اللي طرحتها أنت هي قضية القطيعة بين المجتمع المدني، استعملت عبارة مجتمع أهلي، راهو مجتمع أهلي من العبارة مش بتاعنا، إيش بتاعنا؟ إحنا معناش في تونس، معناش في تقاليدنا وفي البناء الفكرية بتاعنا، مفهوم هذا مفهوم مستورد، إحنا نعرف كيف المجتمع المدني. المجتمع المدني فيما يتعلق الآن بالتواصل، وهذه زاد حتى السي علي تحدث عليها، قال إحنا في القاعة هذه في قطيعة تامة مع الخارج، صحيح فما مجهود بيداغوجي ضروري يلزم يتعمل في التواصل مع يعني المجتمع بجميع شرائحه وفي جميع انحاء الجمهوريه، وهنا بحضور صديقتي الاستاذه سلوى حموريني، مش نرجع للجمعيه التونسيه للقانون الدستوري، مش خاطر ننتمي لها، لكن فعلا يعني نجم نسأل وهم برشا ناس اللي قامت بين الفترة الفاصلة بين 2011 و2014 مجهود بيداغوجي، رغم اللي ما عندهاش حتى إمكانيات جبار باش تفسر شنو هو الدستور، باش تفسر شنو هو الانتخابات، باش تفسر شنو هو النظام السياسي اللي كل واحد يجيب معاه النظام السياسي يحب يحطه، شنو هو كل نظام سياسي وشنو هو التبعات متاعه. وقع حتى ترجمة الدستور بين ظفرين باللغة العامية، وتهجموا علينا برشا ناس على أساس أنه فما ضرب للغة العربية، وإحنا كنا نحب نوصل الدستور للناس كل، لكن ذي يعني محاولة، ذي محاولة، لكن صحيح أنا معاك أنه فما مجهود بيداغوجي كبير برشا ومهم برشا، وتحدث عليه صديقتي الأستاذة خديجة وقتي قالت وقتي فهمنا الأحزاب السياسية جاءوا معانا بالأول كانوا رافضين، وقت اللي فهمناهم وتحدثنا فهمناهم على الرهانات ونتائج أنا معاك في المسألة هذه. فيما يتعلق توا رجاء جاوبتك سلوى، فقط نحب نزيد ملاحظة أخرى، راهو في صحيح هي أفضل شاهد على المسألة هذه بما أنها كانت في قلب العملية. في النص فما زوز حاجات هما في الواقع مش زوز آليات اختيارية، فما حديث عن تركة وحديث عن ملكية، وإخضاع كل من هذين المفهومين لنظام قانوني مختلف. التركة تخضع للمساواة، فيهاش عم يقطعني الواقع، المبدأ اللي يخضع له تقسيم التركة هو المساواة. علاش وسلوى بينت هذايا، قالت هو بالحياة يلزم يكون، خاطر بالحياة هو يتصرف في ملكيته، ماناش نتحدثوا على التركة، نتحدثوا على حق ملكية، ما تنجمش نجي في حق الملكية تفرض عليه انه يتصرف عليها كيف ما هي. يعني الملكية فيها اليوزيوس الفوتيوس الابيوزيوس، يعني ثلاثة أركان الاستغلال والتفويت والاستعمال، يعمل كيما يحبهم. دونك ماهيش زوز حاجات، النص فيه فما برشا لبس راهو حول النص هذايا، وفما مجهود بيداغوجي هام لازم يتعمل، راهو النص يتحدث على زوز حاجات، على حق ملكية وعلى تركة. التركة النص قال المبدأ هو المساواة،
اللي بالحياة في حياته ينجم يحب يوهب التركة الكل الواحد دون غيره، وهذا يصير على التقفيرية بالقانون يصير هذا بغير القانون. تلقى ناس اللي يقسم بالمساواة بين البنية والوليد، واللي يكتب بالحياة كل الوليد ولا كل البنية والسيرة. الدستور وحطوا فيه الفصل الاول، راهو حتى انا كان تسمح باش نتكلم زاده مش من انطباعات شخصي من مرجعيات، راهو الفصل الاولاني زاده حولوا برشا لبس فيما يتعلق بوظيفته في النص، وفي الناس كل تغزر الفصل الاول على اساس انه نفس الفصل نتاع نتاع دستور 59، ما عنده حتى علاقه، راهو الكلمات هي نفسها، اما لو ستاتيو اي لي امبليكاسيون تاع الفصل الاول في دستور 2014 ما عندها حتى علاقه بالفصل الاول نتاع الدستور، نفس الفصل الاول في دستور 59. حاجه ثانيه برك باش ما نطولش باسكو طبعاً الا كيتي لا سال، راهو راهو الدستور يفوق تنقولوا الدستور فيه، وانا نفسي قلت فيه يعني مراوحه في الدستور ما لازمش نخليوها معناها هكا ملوح راس نوليوس، يفو كريي اون اوبينيون اوتور دو لا كونستيتيسيون. ما نجيش انا نقول راهو فيه وفيه، لا ما فيهش وفيه الدستور بالضبط. الدستور بالنسبة لي مش فيه وفيه، الدستور يقول لك الفصل الأول صحيح دابور مش دولة إسلامية سامحني، حتى لغة وأنا كما قلت لكم تعبة في اللغة العربية، لكن عندي شوية هكا فما فرق بين دولة إسلامية، هو ديجا حتى في 59 ما حبوش تم اقتراحها للصيغة هذه ورفضوها، خاطر عندها دلالة ودولة دينها الإسلام. كيفاش تشانج؟ اسمح لي نكمل الجواب. باش نقول لك الفرق فين؟ الفرق في الدستور راهو مش من عندي انا، قلت لك مش انطباعات شخصية. وقت اللي في النسخة نتاع غرة جوان، سي مصطفى بريزون. وقت اللي في النسخة نتاع غرة جوان 59، غرة جوان 2013 تري سيغنيفيكاتيف، خرجت في الدستور في الفصل الأول كذا وكذا، الفصل 141. الفصل 141 اللي هو في الباب المخصص لتعديل الدستور. لا يجوز تعديل الدستور نقطتين مطة 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 فيما يتعلق بالإسلام كدين الدولة. قلنا لهم لا في داخل المجلس وفي خارج المجلس، قامت القيامة قالت لا وخارج المجلس في الداخل قالوا لهم لا، الإسلام هوش دين الدولة، الإسلام دين المجتمع، دين الدولة المدنية. اي سامحني، اي دين الدولة المدنية ودين الدولة. هذا الدستور فصوله تشرح بعضها البعض، يعني صح إذا كان فصولها تؤول بعضها البعض، عندك الفصل الثاني اللي يتحدث على المدنية، وعندك الفصل 49 اللي يسبق حقوق الإنسان على العقيدة. شنو معناتها؟ داخل الفصل الثاني اللي يتحدث على الدولة المدنية شو يقول؟ يقول يعرفها، يقول أساسها المواطنة، يعني الخيط الناظم بين الناس ماهوش العقيدة هو المواطنة يعيش، الخيط الناظم بين التوانسة ماهوش العقيدة هو المواطنة. وفقا للسيد قطب والبنا والله يسلمك. إذا كان تحب تسوق لهذايا فلك ذلك، أنا هاني قلت لك ماهوش سيد قطب وماهيش دولة إسلامية ودولة مدنية. وكيف نحبوا نأولوا نص دستوري
بشكل لا يخل بتناسقه بتناسقه وقت اللي فصل 49 يسبق حقوق الانسان على العقيده. شنو يترتب على هذايا؟ يترتب على هذايا وقت اللي انت تاول بشكل يؤدي الى اقصاء او الى التضييق في الحقوق والحريات، التأويل هذايا محظور بنص الدستور. بينما وقت اللي انت تضمن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، هذايا ما يقصيش الأطراف اللي هي على غير العقيدة اللي انت عليها. يعني فما تأويل إقصائي وفما تأويل جامع. التأويل الجامع هو متاع الدولة المدنية مش متاع الدولة الإسلامية اللي هي ماهيش دولة إسلامية. سامحوني كان